حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، والبداية من العناوين. إذن مشاهدينا، مؤشرات المشهد الحالي تسير باتجاه التغييرات الفكرية والمعرفية، لما للمرحلة المقبلة من أهمية في مواجهة التحديات الفكرية التي يشير البعض إلى الدخول في حرب فكرية معرفية كبيرة. فمن هذا المنطلق لابد أن يكون للصوت الحر كلمة مؤثرة في الأحداث المتسارعة، خصوصا في العراق كونه يتميز بالمكانة الكبيرة بين الدول على الصعيد المحلي والإقليمي. فتسليط الضوء على أصحاب الأقلام الحرة كان لرابط المحللين أو رابطة المحللين السياسيين الدولية نصيب في ذلك، من خلال عقد الملتقى الأول لها في العاصمة بغداد والحديث عن هندسة النظام العالمي الجديد ودور العراق في ذلك. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، فأن مخيم الهول الذي يعد القنبلة الموقوتة وتركت معركة الأمس ضد أعتى التنظيمات الإرهابية، فرغم أن ساحات الوغى أنزلت به أقصى الخسارات، إلا أنه ما يزال يحتفظ بأنصاره المتطرفين والذين يعدون تشكيلة هجينة من بلدان متعددة. التغذية الفكرية التي جعلت منهم أشخاص موتورين، وقرب هذا المخيم من الحدود العراقية وعلى مسافات توصف بالصفرية، جعلت منه خطرا يداهم العراق في أي لحظة، خاصة مع التكاسل الدولي في تنفيذ برامج تفكيك هذا التجمع. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصدنا لهذه الليلة ونرجو أن تبقوا معنا. إذن مشاهدينا، العراق ومكانته الدولية جعلت له تأثير كبير في انطلاق الآراء من أرضه وتأثيرها على المنطقة، خصوصا في المرحلة الحالية والمقبلة بعدما اتسعت آفاق علاقاته إلى دول أوروبا. فعلى أثر ذلك تعقد ندوات والمؤتمرات، كما عقدت رابطة المحللين السياسيين ملتقاها الأول في بغداد للبحث في دور البلد في هندسة العالم الجديد وانعكاساته. ونطالع هذه التفاصيل مع الزميلة نهى الشمري. ثراء فكري ومعرفي يجتمع في ملتقى الرابطة الدولية الأول للمحللين السياسيين والخبراء الاستراتيجيين الذي أقيم اليوم في العاصمة بغداد لتسليط الضوء على هندسة النظام العالمي الجديد وانعكاساته على العراق ودوره، لما له من تأثير كبير على الصعيد الدولي والإقليمي. هذه الرابطة هي جمعت كل أصحاب الرأي، أصحاب الفكر، ولذلك نجد أنه هذا المؤتمر هو يعتبر المؤتمر الأول في بغداد بعد ما كان المؤتمر التأسيسي في لبنان وكنا من الحاضرين فيه. لذلك نجد أن كل المحللين السياسيين ينبثقون من هذه الرابطة، يكون لهم آراءهم المطلقة وآراءهم الغير يعني التي تميل إلى جهة معينة أو إلى فئة معينة. حرية الرأي هي صاحبة القرار. أصحاب الفكر والأقلام الحرة لهم الدور البارز في نقل وتحليل الأحداث السياسية وما تروم إليها، وكذلك لهم الأثر في طرح الآراء من خلال مؤشرات المشهد السياسي وتقلباته المستمرة التي يمر بها البلد في مختلف المراحل. بالنسبة لما يطرحه المحلل السياسي، ولكن اليوم صوت المحلل السياسي بدأ يصل إلى الكثير، بدأ يتعدى حتى خارج الحدود. لاحظنا كثير من الدول تتعامل مع المحلل السياسي بإيجابية، واليوم نريد أن نصل هذه الرسالة إلى القيادة وإلى الحكومة بأن صوت المحلل السياسي هو صانع للتغيير وناقد للسلبيات، وليس هو طرف معارض. بالمناسبة لا يتم النظر على المحلل بأنه معارض لسياسة الحكومة، هو مصحح وناقد وينتقد وبالتالي يعطي المعطيات الإيجابية. فالعراق ومكانته الدولية جعلت منه منطقة مهمة على الصعيد الاقتصادي والسياسي والأمني، حيث أصبح مركز التقاء الشخصيات الدولية التي يتم التعاقد معها وفق القوانين الدولية للكثير من المواثيق والاتفاقات التي تشترك فيها مصالح المنطقة. نهى الشمري، الأيام.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيفنا الكرام بالصوت والصورة من بغداد، رئيس مركز القمة للدراسات الاستراتيجية السيد حيدر عرب الموسوي. أهلا بكم سيد حيدر، وكذلك الترحيب بالمحلل السياسي سيد حيدر رشيد. أهلا بكم أستاذ حيدر، وأبدأ معكم سيد حيدر عرب الموسوي. بداية، ما مدى أهمية هذه الرابطة الدولية للمحللين السياسيين والخبراء، خصوصا المنطقة يمكن سيد حيدر تعيش هذه التقلبات الاستراتيجية والسياسية الكبيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك أخي وزميلي، قناتكم، مشاهديكم، متابعيكم الكرام، ضيفكم الكريم. أنا أعتقد هذه الرابطة لها من الأهمية الشيء الكثير. إذا ما علمنا وعرفنا على أنه جميع بلدان العالم المتطورة والمتقدمة هي تعتمد بشكل أو بآخر على مراكز التحليل، على مراكز الخبرات، وبالتالي تستطيع أن تخطط حقيقة لكثير من الأمور، تدار حتى أنه هذه الدول الكبرى تدار من خلال هذه المراكز. إذن كانت الرؤية ضرورية أن يكون هنالك تقريب وجهات نظر خاصة ما بين هذه المراكز التحليلية المنتشرة في كثير من البلدان العربية والدولية والإقليمية الموجودة، وبالتالي كانت الرؤية والأهداف المنصبة بضرورة أن يكون هذا التقارب بالآراء، هذا التقارب بالأفكار، من أجل أولا توحيد الرؤية والهدف في هذه القضية، باعتبار هنالك تحديات حقيقة للأمة الإسلامية، تحديات للأمة العربية، تحديات أيضا محلية في هذا الموضوع. كيف نستطيع أن نواجه هذه التحديات؟ على معرفة أنتم هنالك تقدم كبير جدا لكثير من البلدان الأخرى التي تحاول أن حقيقة تسقط هذه الأمة الإسلامية والأمة العربية. إذن كان من المفترض أن يكون هنالك فريق مدافع، أولا مدافع عن هذه المبادئ الرئيسية، مدافع عن الحقوق التي تحاول هذه البلدان حقيقة سرقتها، هذه الحقوق، حقوق المواطنة، حقوق الإنسانية، وكثير من الأمور الأخرى، ناهيك عن الأمور السياسية وتقريب وجهات النظر. رأينا في الآونة الأخيرة الصراع الكبير الذي احتدم في الساحة الإسلامية، وكأنه هذه الأمة الإسلامية أعداء لبعض. لماذا وما السبب وكيف وصلنا إلى هذه المرحلة؟ هي من خلال حقيقة الفريق الآخر الذي يحاول أن يخلق هذه الفجوة ويخلق هذا العداء، وبالتالي كانت من الضروري أن يكون هنالك وحدة فكر ووحدة رأي ووحدة قلم، وأيضا جمع هذه العقول في مؤتمر واحد لتقريب هذه وجهات النظر، وكذلك صنع فكر موحد في هذه القضية لمحاربة هذه الأخطاء، الأفكار المخطوئة، وكذلك السياسات التي تحاول أن يكون لها تأثير في الساحة السياسية العربية والإقليمية والدولية، والتي تؤثر بشكل أو بآخر على المصالح الأمة الإسلامية. وبالتالي كان منطلق وأهمية وضرورة أن يكون هنالك رابطة تجمع أصحاب الفكر وأصحاب القلم الواحد لمواجهة هذه الأفكار والتي تحاول هدم هذا البنيان. رحب بك مرة أخرى سيد حيدر رشيد، لكن هذا الاهتمام هل يعتبر كافي بهذه المراكز وهذه الروابط الخاصة بالبحث والدراسات السياسية والاستراتيجية؟ نعم، مساء الخير بشار، تحية لك وإلى الضيف الكريم السيد حيدر عرب الموسوي، الأخوة المشاهدين أجمل التحايا. حقيقة دعني أستعرض ولو بوقت بسيط جدا حول هذه الرابطة ومتى تأسست، إذا تسمح لي طبعا أستاذ بشار. تفضل. تأسست هذه الرابطة عام 2012 في بيروت، تضم أكثر من 14 دولة من ضمنها العراق، إيران، تركيا، سوريا، اليمن، البحرين وما إلى ذلك من دول. حقيقة كان هناك مؤتمر في بغداد عام 2021، شارك في هذا المؤتمر أكثر من 100 شخصية عراقية بين باحث ومحلل وأكاديمي، مما يدل على الثراء الفكري والمعرفي والثقافي لدى هذا البلد ألا وهو العراق. كان هناك مؤتمر آخر عام 2023 في بيروت، شارك العراق بأكثر من 55 شخصية ضمن هذا الوفد، حيث انتخب
بهذا المؤتمر في بيروت 2023 السيد محمود الهاشمي كعضو هيئة إدارية لممثلية العراق، وانتهينا بالملتقى. ارتأت الرابطة فرع العراق أن تعقد ملتقاها في بغداد حتى توضح الرؤية الكاملة لهذه الرابطة، وحتى يكون هناك انعكاسات لهذه المؤتمرات اللي تحدثت لك عنها قبل قليل، حتى نفهم السياسي من جهة ويفهم المواطن من جهة أخرى. هذه ملخص بسيط حول الرابطة. طيب، لكن سيد حيدر الرشيد، يعني تم برعاية السيد رئيس الوزراء وحضور عدد من النواب والسياسيين تم عقد هذا الملتقى الأول لهذه الرابطة الدولية. هل هذا يعتبر بداية اهتمام بهذا المنهج العلمي السياسي؟ يعني حقيقة المنطق يتحدث هكذا. هؤلاء الشخصيات هم من يصنعون الرأي، هم من يواجهون الجمهور في السلم والحرب حقيقة. لا. المحلل السياسي، الخبير، الكاتب، هو من يواجه المشاكل، هو من يعطي الحلول، هو من يشخص هذه المشاكل، وبالنتيجة توجد لديه رؤية يقدمها إلى صانع القرار. هسه صانع القرار ممكن يسمع مرة ومرة أخرى لا يسمع، لكن من خلال قناتكم الموقرة وطرحت طرح جيد ومنطقي أنه ممكن هذا الملتقى أن يكون تحت اهتمام وعناية رئيس مجلس الوزراء أو الدولة العراقية المتمثلة بمؤسساتها الثلاث، التشريعية والقضائية والتنفيذية. هذا ممكن، نعم ممكن جدا، باعتبار هؤلاء هم من تصدوا لجميع المشاكل التي عصفت بالبلاد من سنة 2003 تحدث ما بعد التغيير وإلى لحظة الآن، وهم ماضون يدافعون عن التجربة العراقية ما بعد التغيير بغض النظر عن شخوصها. سمر احنا ندافع عن الإسلام بغض النظر عن المسلمين، قد يكون بعض المسلمين عندهم مشاكل لكن احنا ندافع عن الإسلام، هذا اللي أريد أوظفه. احنا ندافع عن التجربة ما بعد 2003 بغض النظر عن شخوص تلك التجربة، وتعرف أنت هذه الشخوص لطالما اتهمت تارة بالإرهاب وأخرى بالفساد المالي والإداري، لكن نحمل قضية معينة ألا وهي الدفاع عن التجربة، هذه التجربة الحديثة الديمقراطية التي نسعى من خلال تطبيق الديمقراطية وإرساء نظم الديمقراطية داخل المجتمع العراقي. بشار سيد حيدر عرب، يعني هذا الملتقى الذي مثل تلاقح ما بين الأفكار وحشد أيضا للطاقات، لكن هل بالمقابل سيعضد من دعم القضايا الحقة لشعوب المنطقة؟ بطبيعة الحال لو تطلعت أنت إلى حقيقة الورش التي عقدت ضمن هذا الملتقى، كان هنالك 17 ورشة تناولت جميع المشاكل، إذ ما كانت هذه المشاكل مشاكل محلية أو رؤى محلية لمعالجتها وطرحت الحلول لهذه القضية، وكانت هنالك المشاكل المركزية التي يعاني منها البلدان الإسلامية والبلدان العربية، وبالتالي تم طرح كثير من الرؤى الفنية وكذلك الرؤى السياسية للقيادات السياسية إذ ما أرادت أن تأخذ بهذه الرؤى. وبالتالي أنا أعتقد استطاع اليوم الخبير والمحلل السياسي أن يكون في الواجهة ويستطيع أن يقدم ما عجزت عنه الحكومات المتعاقبة، وبالتالي يعطي الحلول للمشاكل التي تواجه الدولة العراقية، التي تواجه الأمة الإسلامية والأمة العربية. وبالتالي سيدي الكريم، أنا أعتقد هذا الملتقى كان ملتقى ذو نفع كبير جدا، إذ ما أرادت ليس فقط الحكومة العراقية، جميع البلدان العربية، وبالتالي أيضا هنالك رؤية أن يكون هنالك مؤتمرا دوليا يعقد في العراق أيضا، تتم الدراسة له حاليا لعقده لجميع الخبراء والمحللين السياسيين للرابطة الموجودين في جميع البلدان الإسلامية والعربية. لكن سيد حيدر إذا تسمح لي أقاطعك، بالنسبة للعراق، العراق خصوصا، ماذا يمثل عقد هكذا مؤتمر مهمة بالنسبة للعراق؟ أنا أعتقد العراق وهذا النتاج الكبير وهذا العدد الذي حضر اليوم لهذا الملتقى هي إشارة واضحة على الكم والنوع الموجود لدى العراق، وبالتالي يستطيع أن تكون الدولة العراقية هي الدولة الرائدة وهي الدولة القائدة حقيقة للفكر، وهي المدافعة
عن حقوق الإنسان وكذلك المصححة لكثير من الآراء المخطوئة قبل قليل، وبتقريركم عندما تحدثتم عن العناوين أن هنالك فكر وهذا الفكر يحاول أن يخطئ، وربما الفكر الداعشي وغيره من الأفكار الأخرى التي تحاول أن تكون أو تغزو الأفكار أو الفكر المجتمعي الإسلامي العربي وتحاول أن تخطئ هذا الحقيقة المنهج، وهذا أيضا بدعم أو بدفع غربي في هذه القضية. وبالتالي أنا أعتقد هكذا ملتقى يعقد بدولة أساسية وتعتبر هي العقدة الأساسية في جميع اللقاءات، الموقع الجيوسياسي المهم للعراق أيضا أعطى لهذا اللقاء ولهذا المؤتمر الأهمية الحقيقية، وبالتالي الأضواء التي سلطت عليه، الحضور المتميز الذي كان موجودا في هذا الملتقى الأول أعطى دلالة على أنه العراق باستطاعته أن يكون هو حقيقة القائد في المرحلة القادمة للتغيير، ونحن نسعى إلى أن يكون هنالك تغييرا، ونسعى أيضا في نفس الوقت أن يكون هنالك تقريب لوجهات النظر، وبالتالي إنهاء هذه الصراع الذي حدث في البلدان العربية والإسلامية وأيضا البلدان المجاورة لهذه المنطقة، وبالتالي أعطى فكرة جديدة، ولربما هذه الفكرة تنطلق من الوطنية العراقية وتنطلق من الآراء والأفكار التي لا ترغب أن تكون لا شرقية ولا غربية في هذه القضية، ولربما سوف تكون هنالك آراء وأفكار حقيقية تنطلق من مبدأ واحد، مبدأ إسلامي، مبدأ عربي، مبدأ ديمقراطي إنساني في هذه القضية لتصحيح كثير من المناهج التي لربما كانت تحاول أن حقا تعطل تخرب حقيقة، تحاول أن تعطي صورة غير صحيحية غير صحيحة لهذا المنهج. واضح. أستاذ حيدر الرشيد، بالنسبة لموضوع هذا الملتقى، العراق وهندسة النظام العالمي الجديد، دورة وموقعة، الأدوار الاستراتيجية خصوصا التي خاضها العراق مؤخرا بالوساطات الدولية مثلا، التقريب بوجهات النظر وتقريب الأضداد، هل يمكن القول أن العراق فعلا حجز موقع له في ظل هذا العالم المتغير والجديد؟ نعم، واضح جدا. يعني موقع العراق الجغرافي الجيوسياسي مثل ما تحدث الأخ الضيف مهم جدا، سبحان الله خلانا في منطقة مهمة جدا. مثل ما أشرت بشار إلى هذا، العراق لعب دور في التقارب، كأنك تشير إلى التقارب المملكة العربية السعودية والجارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا التقارب رعته الدولة العراقية بهذه الحكومات الثلاثة حقيقة، وكان هناك انعكاسات وكان هناك ثمرات لهذه الجهد المتواصل الذي لعب دوره العراق في تقريب وجهات النظر ما بين الدولتين الجارتين. أنا أعتقد راح تكون هناك انعكاسات جيدة على طبيعة المجتمعات الثلاثة، خلنا نتحدث المجتمع الإيراني والعراقي والسعودي، الجوانب الأمنية الاجتماعية الاقتصادية هذه مهمة جدا. لكن اليوم أنا سبحان الله يعني دا أتحدث بهذا الموضوع، كنت أدير ورشة في داخل المؤتمر تتحدث عن رسم الخريطة الجديدة والقطبية الثنائية، والعالم بدأ يتغير، فكل دولة يجب أن تأخذ موقعها ضمن المحاور هذه، المحورين القطبية الثنائية. من باب يعني من هذا المبدأ، باب تدوير الزوايا، تحدث أحد الأخوة وقال، يعني أريد أتحدث عن هذه الجزئية إذا تسمح لي أستاذ بشار، عن جزئية التقارب ما بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية، وهو نظرة من جهة أخرى من باب التحليل. حقيقة يعني لفت انتباهي أنه هذا الحديث يقول أنه هذا التقارب ما بين المملكة العربية السعودية والجارة الإيرانية هو لعزل السعودية عن المشاكل المستقبليه، يعني هو نظره سوداويه للمستقبل حقيقه، حتى تعزل المملكه العربيه السعوديه، باعتبار هو يؤكد انه راح تحصل حرب والمستهدفه من عندها الجاره الايرانيه حقيقه، باعتبار انه الجاره الايرانيه راح ترد على الخليج ودول الخليج وممكن ان تستهدف المملكه العربيه السعوديه، فهذا التقارب حتى يعزل المملكه العربيه السعوديه. هذا من باب تدوير الزوايا، لكن أنا قراءتي لهذه الجزئية لا، بالعكس، إنه المصالح يعني العلاقات بين الدول تبنى وفق المصالح المشتركة وفق مبدأ الندية حقيقة، وهذا المبدأ يعمل في الدول المتطورة ذات السيادة، توجد هناك علاقات جيدة وتنعكس على طبيعة هذه المجتمعات مثل ما ذكرت حضرتك بشار.
طيب في هذه الحالة سيد حيدر الرشيد، يعني أفول نجم القطب الواحد وبرز الظاهرتين جديدتين هي روسيا والصين في سماء هذا النظام العالمي الجديد، لكن ما مدى إمكانية استفادة العراق وقرب أيضا من هذه الخارطة الجديدة والمعادلات السياسية والاقتصادية؟ يعني مهم جدا ما ذهبت إليه بشار. حقيقة احنا خلنا نفتهم العراق، يعني نقاط القوة ونقاط الضعف لديه حتى يتحرك بشكل حقيقي ويحجز موقعه. هل هو يذهب مع القطب المتشكل الجديد صين روسيا الجمهورية الإسلامية دول الممانعة، أم يبقى ضمن المحور الآخر أمريكا والغرب وأوروبا؟ حقيقة أنا أعتقد هذا الموضوع يحدد في حينه. احنا حقيقة لحد الآن العراق لم يخرج، يعني نتحدث بصراحة دائما عندما نأتي إلى قناة الأيام نتحدث بصراحة. أنا أعتقد للحظة الآن الدولة العراقية لم تخرج من عباءة الحكومة لدى الولايات المتحدة الأمريكية. قد نحتاج وقت، هذا يرجع إلى صانع القرار، تحتاج رأي من عندي آني أنه ممكن مسك العصا من الوسط حين تشكل هذه الأقطاب، ممكن أن نذهب مع الأقوى. هذه وجهة نظري طبعا، نحن نتحدث عن مصالح الدولة العراقية بالنتيجة مصالح المجتمع العراقي. الآن العراق ما يقدر يحدد مصيره إلى أين يذهب، يذهب إلى القطب القديم أم يذهب إلى القطب الجديد اللي هو أكو بوادر لتشكل هذه القطبية. لكن نتحدث بواقعية ونتحدث بصراحة، ما أريد نتحدث بطوبائية. حقيقة العراق ممكن أن يصبر لحين تشكل القطبية الثنائية ونذهب مع الأقوى ومع من تشترك هذه المصالح. بوقت متقدم حتى يقدر يحصل على بعض الامتيازات والفائدة من هذه التشكيلات الجديدة والتغييرات الجديدة؟ نعم، أشار السيد الضيف إلى أهمية مراكز البحوث والدراسات. ممكن الدولة العراقية أن تركن إلى المراكز البحوث والدراسات. تعرف حضرتك في الدول المتقدمة يتأخذ آراء مراكز البحوث والدراسات وتعمل استطلاعات وتعمل دراسات استراتيجية لمدة 10 سنوات، 20 سنة، 25 سنة. حقيقة احنا داخل الدولة العراقية عادة ما يتم إهمال مراكز الدراسات، يعني ما الحكومة العراقية ما تستشير مراكز الدراسات أو المراكز البحثية أو تولي عناية خاصة لهذه المراكز من باب الدعم المعنوي المالي اللوجستي، أي الدعم تقدر تسميه حقيقة. لذلك تشوف القرار داخل الحكومة العراقية يكاد يكون مشوه، باعتبار احنا شو نقول، الحديث يقول ما خاب من استشار، او من شاور الرجال شاركهم في عقولهم. فاحنا من باب مراكز للدراسات ممكن ان نقدم دراسات تخدم صانع القرار العراقي. وتعرف يعني الامام علي عليه السلام يقول اضرب الرأي بالرأي يتولد منه الصواب. عندنا عشرات مراكز الدراسات استراتيجية اللي تهتم بالشأن المالي والاقتصادي والسياسي، ممكن ان ناخذ هذه الاراء ونوظف ونطلع بنتيجة جيدة تصب في القرار العراقي الرصين. سيد حيدر عرب، الشرق والغرب ينظر للعراق أنه العقدة الاقتصادية الأهم في المنطقة، هذا طبعا وفق معطيات ودلالات تمركزه الساحة العالمية وكذلك حسب الدراسات الاستراتيجية. لكن هل اتخذ العراق فعلا التدابير على أقل تقدير ترتيب أوراقه الداخلية؟ أنا أعتقد ليس من الضرورة أن يكون العراق ضمن قطبية معينة، وبالتالي أنا أعتقد هنالك أخطاء وقعنا بها سابقا، ما من المعقول أن نجدد هذه الأخطاء. نعم هنالك قطبية بدأت تتشكل، هنالك تعدد للقطبية، ليس فقط القطبية الولايات المتحدة الأمريكية، الآن قطبية روسيا، قطبية الصين، وهنالك بعض البلدان الإقليمية. أنا أعتقد نحن نحتاج للعراق أنه يحتاج الفكر مستقل عن هذه الآراء، لربما يعمل أو يتجه مع مصالحه مع أفكاره كيف يستطيع حقيقة أن يكون قطبية مستقلة باعتبار الموقع الجيوسياسي العراقي. العقدة العراقية الآن حقيقة الإفرازات، الصراع الروسي الأوكراني أعطى إفرازات جديدة،
أعطى قيمة الموقع الجغرافي العراقي، وبالتالي شاهدنا الآن جميع بلدان العالم تتحدث بضرورة أن يكون هنالك استقرارا سياسيا وأمنيا داخل العراق. هناك كثير من البلدان التي أتت إلى العراق من أجل حل كثير من المشاكل التي تضرب بالعملية السياسية أو تضرب بالعملية الأمنية في داخل العراق. وبالتالي أنا أعتقد العراق يجب أن يتوجه للاستفادة أولا من هذا الاهتمام، للاستفادة من هذه التعددية القطبية، وبالتالي يستطيع أن يخلق حالة تختلف. أي معنى ليس من العقل وليس من الأرجح أن أذهب تركت عباءة الولايات المتحدة الأمريكية أذهب إلى عباءة الصين أو روسيا وأتغطى بها، هذا ليس من المنطق. من المنطق أن يكون لي رأي حقيقي وواقعي لإدارة الملفات الواقع الآن. هنالك اهتمام بالعراق، إذن كيف أستطيع أن أستثمر هذا الاهتمام، وكيف أستطيع أن أفوض هذا الاهتمام وأنجح بهذه القضية؟ أنا أعتقد إذن يجب ونحتاج وضرورة أن يكون هنالك رأي وأن يكون هنالك مشورة من قبل المراكز الدراسات التي أوضحت وأعطت. وأنا أعتقد وطلعت اليوم على أكثر من ملف من الورش التي عقدت اليوم حقيقة، نعم، تحدثت عن هذه القضية، تحدثت عن مشكلة الأموال ومشكلة الدولار وتحركه في هذه المنطقة، تحدثت أيضا عن خارطة النقل التي أصبح العراق نقطة مهمة جدا في هذه القضية، تحدثت هذه الورش أيضا عن قضية حقيقة الغاز الطبيعي وما تحتاجه أوروبا، وكيف نستطيع نحن أن نخلق حقيقة قطب جديد يستطيع أن يتحكم بالواقع الاقتصادي العالمي في هذه القضية. إذن العراق يحتاج، لا يحتاج حقيقة أن يذهب مع قطبية معينة، إذن الذي يحتاج أن يخلق حالة حقيقة تتلائم مع الظرف الحالي وتتلائم مع الاحتياجات لهذه البلدان للعراق، ويستطيع أن يتحكم بجميع هذه الملفات، ويستطيع أن يوجد حالة حقيقية، وبالتالي نستطيع أن نقدم إلى المواطن العراقي ملفا حقيقيا في هذا الموضوع. الشكر جزيلا لكم رئيس مركز القمة للدراسات الاستراتيجية سيد حيدر عرب الموسوي، كنت ضيفا كريما. والشكر جزيلا لكم المحلل السياسي الأستاذ حيدر رشيد، كنت ضيفا كريما. إذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام بالصوت والصورة من بغداد الخبير الأمني عدنان الكناني. أهلا بكم سيد عدنان، وكذلك الترحيب برئيس تجمع الكفاءات والنخب الكرد الفيلية سيد طالب ولي الفيلي. أهلا بكم سيد طالب، وأبدأ معك سيد عدنان. مخيم الهول وهذا الملف الخطير، لماذا التأخر بحسم هذا الملف الذي يوصف بالحيوي من جهة والخطير من جهة أخرى طيلة هذا الوقت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله وحيا جمهورك الكريم، حيا الله كادر قناة الأيام، وحيا الله ضيفك الكريم. حياك الله الكريم. الحقيقة مخيم الهول وما أدراك ما مخيم الهول، يعني هذا المعسكر الذي يراد له أن يكون أو يحتوي على قنابل يعني مؤقتة ويراد له أن يكون أكاديمية لتدريس الفكر الداعشي، تهيئ أطفال ثم صبية ثم شباب ثم قنابل موقوتة ممكن أن توزع على بقاع الأرض، وبالتالي يفعلون ما يشاءون أو يفعلون ما يوجهون به. من اللي يريد هذا الموضوع؟ يعني ليش يعني ده يحاولون أن يعتبر أو يتحول هذا المخيم إلى مدرسة فكرية، وكيف يمكن أن ينتج أجيال من داعش؟ قبل أن نتكلم عن من الذي يريد فنتكلم بسيطا عن مخيم الهول. مخيم الهول يحتوي على أكثر من 63 ألف بين شاب وأمرأة وصل، بأكثر من 30 ألف من عوائل عراقية، يقال إنهم عوائل عراقية ولحد الآن لم يدققوا،
وما هي درجة عراقيتهم، عراقيون حقيقة أم عراقيون بالاسم أم ربما ملفقين يراد لهم أن يكونوا بالأراضي العراقية عابثين. وبحدود 24,000 من العوائل السورية و 9,500 من العوائل الأجنبية، نساء وشاب وأب وصبية، وما يسمى الأميرات الداعشيات الأجنبيات، هن أخذن على عاتقهن تدريس الفكر الداعشي. وبين مزدوجين الأميرات الداعشيات الأجنبيات هن عبارة عن ضابطات من CIA، وما تحدث عنهن هناك الكثير من قيادات داعش الإرهابي تبين أنهم عناصر مخابرات سواء كان فرنسية أو بريطانية أو أمريكية وحتى ألمانية، وآخرها قبل فترة كان أحد قيادات التنظيم، واتضح أنه أحد الضباط الكبار من جهاز الاستخبارات الفرنسي، وكان في جلسة حوارية مع بعض القادة من قيادات المخابرات الفرنسية، ويقال أنه انتهت مهامه والقتالية وتحول وعاد إلى وطنه الأم فرنسا. طيب هذه ما تعتبر مؤشرات سيد عدنان على أنه من المستفيد من هذا المخيم أو من اللي محافظ على وجوده برغم خطورته؟ هذا المخيم مثل ما قلت أنه هذا المخيم محمي من قوات قسد السورية، وقوات قسد السورية تتحرك وفق أجندة أمريكية، يعني بين قوسين أمريكا هي التي تتحكم بالمخيم، هي من الجانب النفسي كافة السبل التي تجعل بمن موجود في المخيم هم عبارة عن أناس حاقدين ناقمين، لأنه نزعت منهم أبسط مقومات الحياة وتحولوا إلى أشبه بآدمين، يعني أناس بعيدين عن الآدمية وبعيدين عن الإنسانية. طبعا هنا أتحدث وأنا مع شديد الأسف، لأن الإنسان يفترض أن يكرم ولا يفترض أن يهان، وثانيا لا يفترض أن يعاقب إنسان قبل أن يرتكب جرم. هم لحد الآن لم يرتكبوا الجرم، لكن يهيئ لهم أن يكونوا قنابل موقوتة وأناس مؤذين ممكن أن يتحركون وفق أجندة تخطط لهم أو وفق مخططات تخطط لهم من قبل جهات. وأنا قلت طيب. يعني أكثر من مرة، وهذه معلومة طبعا أقولها، قيادات تنظيم داعش الإرهابي هم من ثلاثة مستويات. المستوى الأول اللي هم عناصر المخابرات، عناصر المخابرات وليس مجندين مخابرات، قيادات من المخابرات البريطانية والفرنسية والأمريكية، والآخرين القيادة الوسطى اللي هم أناس عناصر داعش الإرهابي ومجندين مخابراتيين، يعني تحولوا من هذا الفكر المتطرف طيب. إلى أناس مجندين مخابراتيين. والمستوى الثالث اللي هم القيادات الميدانية، هم أناس متطرفين فكريا غسلت أدمغتهم وبالتالي تحولوا إلى أعداد دمار دون أن يعرفوا. فهذا طيب. يفترض أن نرحب بك مرة أخرى سيد طالب. بالنسبة لهذا المخيم، ليش ماكو سيطرة على هذا المخيم، سيطرة على اللي ده يحصل بداخل المخيم؟ وهل المقصود أن يتحول فعلا هذا الكيان لإنتاج أجيال جديدة من عصابات داعش الإرهابية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك والضيف الكريم ولجميع مشاهدي قناة أيام الفضائية. حتما هذا المخيم أنا أشبهه بالقنبلة الموقوتة، هذا القنبلة قد تنفجر في أي لحظة أو في أي دقيقة. هذا المخيم يبعد عن الحدود العراقية ما يقارب أقل من 15 كيلومتر، يحتوي على أكثر من 60,000 نسمة. هذا 60,000 نسمة مقسمة حسب الإحصائيات أنه أكثر من النصف هم عراقيين. الحكومة العراقية عملت جاهدا لإرجاع العوائل العراقية، لكن هناك مخاوف أمنية جمة، هناك مخاطر، والتجمع هؤلاء داخل هذا المخيم ولهذه المدة طبعا بيها أجندات أمريكية وبريطانية وأجندات عالمية حتما تسيطر عليه قوى عالمية. طيب. إنتاج في هذا المخيم قد يولدون لسنوات قادمة. يجب على الحكومة العراقية أن تفكر جديا في معالجة هذا الأمر. العراق سيد طالب إذا تسمح لي فتح برامج مع المنظمات الأممية والدولية من أجل تسريع برامج الاندماج المجتمعي أو إعادة التأهيل، إن كانت فعلا هي حلول، ووضعوا خطة 5 سنوات، مضت سنة تقريبا، لكن ما تبقى هل هو كفيل فعلا بإزالة هذا المخيم أو تفكيكه أو حتى أفكاره؟ بالطبع لا، يعني احنا خلال هذه المدة اكثر من سنتين
رجعوا تقريبا 600 عائلة عراقية، ولا يزال هناك أكثر من 7000 عائلة عراقية. لا يقال، يقال هنا هناك ما يقارب 30,000 شخص عراقي. نعم 7000 عائلة، متوسط العائلة العراقية من 3 إلى 4 أشخاص، يعني يعني ما يقارب 30,000 عراقي موجود. طيب. إذا نظرنا إلى المدة في إرجاع، أنه في متوسط أنه كل سنة قد ترجع 300 عائلة عراقية للعراق، راح نحتاج إلى أكثر من 20 سنة. يعني الطفل اللي هناك اللي عمره 10 سنوات وروا 20 سنة راح يصبح عمره أكثر من 30 سنة. إذا نشأنا جيل داعشي جديد في داخل المخيم، جيل مسلح بأفكار متطرفة، جيل عاش أقصى أنواع الحياة داخل هذا المخيم، ولا نستطيع معالجة هذا الجيل مستقبلا. فالمطلوب من الحكومة العراقية بالتعاون مع المنظمات الدولية قدر ما يستطيعون بإرجاع هذه العائلات العراقية ودمجهم داخل المجتمع العراقي وفق برامج ومساعدات دولية، كي نتمكن من احتواء هؤلاء العائلات العراقية وهؤلاء الأطفال. حتما هناك أطفال قد أجبروا على الوجود في هذا المخيم. يمكن أكو أجبروا، يمكن أكو ناس أبرياء، لكن يجب أن يكون هناك تدقيق أمني وبرامج، يعني يمكن صعبة التنفيذ من أجل دمجهم أو إعادة تأهيلهم. لكن الموجودين داخل المخيم سيد طالب يمكن تشكيلة هجينة، أغلبهم عراقيين وسوريين، لكن أكو بلدان متعددة موجودين. خطوات المجتمع الدولي سحب الرعاية، ما يقبلون يسحبوا الرعاية هم، ما تشوف أنه خطوات المجتمع الدولي والمنظمات الأممية هي دون مستوى تحمل المسؤولية؟ قد يكون هناك ضغط دولي من أو أجندات دولية في عدم تقبل هؤلاء الدول في بإرجاع رعاياهم. لا ندري خفايا الأمور، ولكن المعلن أنه هذه الدول لا تريد أن تعيد إلى دولها هؤلاء الرعاية من الدواعش. وقد يكون هناك أجندات أو ضغوطات بعدم إرجاع هؤلاء كي يبقون قنبلة موقوتة في هذه المنطقة. طبعا هو هذه خطة بريطانية قديمة، أنه عش الدبابير، أنه أن يجمعون كل الإرهابيين وكل الأفكار المتطرفة في مكان واحد ويستطيعون السيطرة عليهم والتحكم بهم أين ما شاءوا وكيف ما شاءوا. طيب أعود لك سيد عدنان، المخيم يقع تقريبا 13 كيلومتر من الحدود العراقية، هذه مثل ما تسموها مسافة صفرية، ماذا تمثل خطورة هذه المسافة وقربها، وحتى يعني بعد جلب العوائل من مخيم الهول بالنسبة من العوائل العراقية أيضا وضعوا في مخيم خاص بهم في العراق؟ شوف عزيزي، شرق الفرات يعني بغض النظر عن المسافة هو يقع ضمن سيطرة قوات قسد سوريا، وقوات قسد سوريا لن تتحرك إلا وجب توجيهات أمريكية، فبالتالي المسافة مهما قربت أو بعدت هي نفس الشيء، لأن هنالك دور للجانب الأمريكي، ومع احترامي للحكومة العراقية وإلى صمتها الغير معلن وصمتها المعلن أيضا، وبالتالي ما هي أسباب الصمت. يعني هنالك عمليات نقل لأناس متطرفين فكريا بين قاعدة التنف السورية ضمن الأراضي السورية وقاعدة عين الأسد، وهنالك دعم لوجستي يقدم من قبل الإدارة الأمريكية سواء كان مباشر أو غير مباشر لهؤلاء. كذلك في الحسكة أيضا هنالك معسكر للإيواء وما يقال أنه هو سجن كبير لعناصر داعش الإرهابي، ولحد الآن الإحصائية لم تعلن رسميا، قسم يتحدث عن 10,000 والآخر يتحدث عن 15,000 والآخر يتحدث عن بضع آلاف، لكن هو هذا المخيم أو هذا المعتقل يحتوي على أقصى وأقذر قيادات داعش الإرهابي، يعني الناس المضطرين فكريا، وبغض النظر عن المعلن وعن غير معلن، لكن داخل العمق العراقي أيضا هنالك وادي حوران. وادي حوران تقريبا امتداده بحدود 320 كيلومتر، وهذا الوادي تحدثنا كثيرا، قلنا أن هذا الوادي هو عبارة عن معسكرات وليس معسكر واحد، معسكرات إيواء لتنظيم داعش الإرهابي محمي من قبل الإدارة الأمريكية، ولا تستطيع القوات العراقية ولا الطيران العراقي ولا حتى الطيران الأمريكي قام بصولات على هذا الوادي. أحيانا حينما تعال الصيحات ويكون هنالك صوت عراقي وطني يضغط على الجانب الأمريكي على وضع وادي حوران، تقوم قوات مجوقلة عراقية بالتعاون وبإشراف الإدارة الأمريكية على مداهمة بعض المكانات في وادي حوران، بعض المكانات المنتقاة من قبل الإدارة الأمريكية،
يعني مو عمل استخباراتي عراقي تقوم به الأجهزة الأمنية والاستخباراتية العراقية، وإنما هي عمليات تقدم من قبل الجانب الاستخباري الأمريكي لقوات عراقية مجوقلة، وتقوم هذه القوة بالتعاون مع الجيش الأمريكي لمداهمة أماكن في وادي حوران. وادي حوران أخطر من مخيم الهول وأخطر من معسكر الحسكة أو معتقل الحسكة. لذلك نحن نطمح أن تكون سيادة عراقية مطلقة على أراضينا، والحكومة العراقية والقوات الأمنية العراقية وجهاز الاستخبارات والمخابرات والأمن الوطني العراقي هم الذين يرسمون السياسة الاستراتيجية للقوات العسكرية، وبالتالي تتحرك القوة العسكرية على ضوء المعلومات التي تقدم من قبل الأجهزة الأمنية. أنا أتحدث وأقول طيب أكثر من مرة، يمكن هاي الملفات يمكن تعمل معها بخطط عسكرية واستخبارية وغيرها، لكن يعني المخاطر الفكرية من هذا الكيان المشبوه في هذه المنطقة القريبة على الحدود. أعود لك سيد طالب، هناك تدخل مباشر من قبل السفيرة الأمريكية في العراق بهذا الملف، وتدخل مباشر بالآليات التي تتم مناقشتها لإيجاد حلول. هل تعتقد أن واشنطن تريد أن تتخذ من هذا الموضوع أو هذا الكيان المشبوه ورقة ضغط على العراق أو على المنطقة؟ حتما السفيرة الأمريكية ما تخطي خطوة إذا ما يكون إلى أجندات محسوبة ومدروسة بأدق التفاصيل. أحد أوراق الضغط الأمريكية على العراق هو مخيم الهول، بين مدة ومدة أخرى هناك نلاحظ أنه أجندة مخيم الهول تطفو على السطح. قد يكون هناك أجندات أمريكية بتسوية ملفات أخرى مقابل ملف مخيم الهول، لكن يبقى الإرادة الوطنية، يبقى نحن العراقيين ماذا نريد أن نصنع من هؤلاء؟ هل نبقي هؤلاء العراقيين في هذه المخيم وينشأ جيل متطرف داخل هذا المخيم؟ بالطبع يعني أنا كمحلل سياسي أنظر يعني بواقعية أنه مهما يكون هؤلاء عراقيون قد أجبرتهم ظروف أو أفكار متطرفة على تحويل مساراتهم، قد نعيدهم إلى معسكرات هنا داخل العراق في مثلا مخيم الجدعة وغيرها من المخيمات، ونبني جيل جديد بأفكار وبمعتقدات أخرى، لأن هؤلاء كلهم من أكثرهم من محافظة واحدة ومن لون واحد ومن مذهب واحد. إذن تتفق مع إرادة أو مقترح الولايات المتحدة الأمريكية بنقل هذا المخيم إلى العراق؟ أنا يعني مو بالضرورة أنه أتفق أو لا أتفق، وإنما أنا أقول أنه هؤلاء عراقيون آجلا أم عاجلا قد نرجعهم إلى العراق. كيفية إرجاعهم هذه الخطوات يجب أن يكون للحكومة العراقية الدور البارز في هذه الملف، في كيفية إرجاع هؤلاء وإسكانهم ودخلهم في دورات وانصهارهم داخل المجتمع العراقي. نحن نرى مثلا في المجتمع الغربي قد يكون مسجون هناك يخرج بإفراد شرطي ويضعون في معصمه أو في رجله سوار يحسب عدد خطواته، أن لا يبتعد عن بيته أكثر من 200 خطوة. قد نستطيع نحن أيضا بأساليب معينة أو بحسابات معينة أن ندمجهم داخل المجتمع ويكونون تحت المراقبة الأمنية لمدة من الزمن سنة سنتين ثلاث سنوات إلى أن يكون اندماجهم تام داخل المجتمع العراقي، وبالتالي نخلص من مشكلة أنا أرى أنه يؤرق الحكومة العراقية. الشكر جزيل لكم رئيس تجمع الكفاءات والنخبة الكرد الفيلية السيد طالب ولي الفيلي، وشكرا جزيلا لكم الخبير الأمني السيد عدنان الكناني، كنتم ضيوفا كرام. إذن مشاهدينا شكرا جزيلا لكم أيضا، وإلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.